الجواري، جيت من قفصة أول مرة نجي لتبرقة، وبصراحة الطريق كامل جينا على عين دراهم وتبرقة وكل عجبني المنظر برشا، عجبتني هي معناها كل الطبيعة والكل. خفنا شوية في الدورات لما حال ما ينطوك، عجبتني بالقدا. ولهنا في الوتيل اللي عنا نهيرات جدا صفا الحمد لله، جو باهي وعجبتني الكليمة أكثر شيء، وما بي الواحد يرجع مرة أخرى إن شاء الله. أكثر حاجة في الشتاء ولا في الربيع يكون الجو أحسن شوي. جيت من جديدة، نجي كل عام برسك لتبرقة، تعجبني بحر وجبل، معناتها مناظر طبيعية خلابة فيها، واحد يتفرهد بالقدان، معناتها هو طبيعي، معناتها نرتاح لك ونرتاح، نلقى روحي نلقى راحتي معناتها في هنا في الزون هذايا. مرحبا سيدي شهاب الدين غميض، مرحبا بكم في مهاري تبرقة. السنة كما قاعدين تلاحظوا اكتوالمون سيزون تعدات باهية جيسكا مانتنو، اون سابروش دو بلوز ان بلو من لي شيفر نتاع السيزون ريفيرونس اللي هي 2019. زادت تحركت شوية خير من العمناول والتعمناول في ليفالمون نتاع الكورونا. السنة قاعدين نقتربوا بشوية بشوية من اللي شيفر متاع لاني ريفيرونس 2019، هذا بفضل زاد فتح الحدود مع شقيقة الجزائر. قاعدين نحاولوا نحسنوا في المنتوج في او نيفو دو لانيماسيون او نيفو دي بوفي، اوني اون تران دو ريسبكتي لو بروتوكول سانيتير كوم يل سو دوا، وان شاء الله الباقي نتاع السيزون يتواصل شويه في سبتمبر اكتوبر بور كون بويس اسوري لا كونتينيتي في لوكوباسيون تاعنا. عيسى المرواني، المندوب الجهوي للسياحه تبرقة عين دراهم، المحطة السياحية تبرقة عين دراهم من ولاية جندوبة شهدت منذ بداية الموسم السياحي الصيفي وإلى هذا اليوم انتعاشة سياحية هامة وحركة نشيطة بتوافد العديد من الزوار من الداخل ومن الخارج لقضاء عطلتهم الصيفية، ومحققة بذلك مؤشرات سياحية قياسية على مستوى الوافدين وعلى مستوى الليالي المقضاة. فقط في خلال العشرية الأولى من شهر أوت ما تم إنجازه في نفس الفترة من السنة المنقضية، هناك زيادة على مستوى الوافدين في حدود 38%، وكذلك على مستوى الليالي المقضاة 10%. أما في الحصيلة بمقارنة مع سنة 2021 وخلال العشرية الأولى من شهر أوت، الحمد لله المؤشرات كانت جد طيبة، سجلت الجهة توافد أكثر من 13,000 وافد بمختلف المؤسسات الإيواء السياحي مقابل 8,000 وافد، هناك زيادة ب 63.5%، وكذلك سجلت الجهة زيادة على مستوى الليالي المقضاة في 64.9%، حيث بلغ عددها أكثر من حوالي 35,000 ليلة مقضاة مقابل 21,000 ليلة مقضاة، وأن المؤشرات السياحية للفترة المتبقية من شهر أوت طيبة جدا من حيث حجم الحجوزات، وهو ما يؤشر لموسم واعد واستثنائي. بطبيعة الحال المندوبية الجهوية للسياحة بتبرقة عين دراهم تحرص على توفير كل الظروف الملائمة لحسن سير النشاط وبالتالي إنجاحه وأكساب رهاناته. الانتعاشة السياحية اللافتة التي حققتها الجهة جاءت نتيجة ما توفره الجهة من شواطئ جميلة وكذلك من سحر غاباتها وكذلك لتنوع الأنشطة الترفيهية والمقومات السياحية الهامة التي تزخر بها، وإضافة إلى تنظيم المهرجانات وكذلك المعارض، كلها عناصر مهمة ساهمت في إنعاش القطاع. وبطبيعة الحال كل العوامل هذا تؤشر بأن إن شاء الله تكون في انطلاق للموسم القادم، تكون الانطلاق الحقيقي كموسم واعد على جميع المجالات.